الآن التسول موجود، لكن يعني بطرق ابتكارية. يعني نعم، ف شو اسمه هذا السيد رئيس اللجنة، الدوش والوصلة وامسح لك زجاج السيارة، هذا بالتالي هذا شلون تعالجه؟ يقول لك انا جاي اعمل. لا، هو هذا الاحتيال، هذا نلقي القبض عليه. تلقون القبض هو واللي يبيع الكلينس واللي يبيع المي بالش اسمه، لان هم مو قلت لك دائما الجريمة تتطور، تدري ذولا عصابات، انت مثل ما احنا نفكر ترى ما عندهم تفكير فيطورون. اغرب الحالات اللي صادفتك لاطفال، يعني نسمع عن اطفال يباعون الى هذه العصابات من قبل ذويهم لاغراض التسول، صادفتكم هيك حالات؟ هي اغلبهم يشتروهم، بس احنا مال بيع الاطفال نلقي القبض عليهم. يعني واحده من الحالات اللي هي المتنا طبعا، اللي رجل باع اطفال اثنين، واحده بنيه عمرها 4 سنوات وطفل، فاحنا تدري ليش باع؟ $150,000 $150,000 بس عن طريق مصدرنا، استدرجناه ولقينا القبض عليه. انت المشكله هنا، يعني اتقها ركبوها هي زوجته بعلمها، اول بدايه زوجته الام هي، اي اول بدايه $40,000 عرضهم، مو الام قالت له دليني بالمكان راح تبيعها، عمود هاي بيعها سوي اقدر عند اجيبهم على السعر هاي اثناء اعترافاته طبعا، واستدرجنا وقلنا لازم الزوجة تجي، فالزوجة صح يعني ما رايدة تدري ظناها، فمن حكينا يا بنت زين انت ليش طلبت المبلغ؟ قال طلبت مبلغ عالي عم تخاف تفكر تريد ترجعهم، يريد يخلص من عندهم خلاص. اي والله والله شنو، مو عن حاجة، يعني من يقول لك عن حاجة، ترى اليوم الفقه والناس قاعدين بخيمة ما تبيع لا نفسها ولا تبيع اطفالها.